ناقشت ورشة عمل نظمتها وزارة التعليم العالي عن ملائمة البرامج والمناهج في كليات الطب والهندسة في الجامعات اليمنية مع متطلبات سوق العمل المحلية. العلوم التطبيقية وبالأخص الطب والهندسة مهنتان تمارسان كل يوم وبحاجة إلى تطوير دائم. هذا ما تم عرضه ومناقشته في ورشة عمل نظمتها وزارة التعليم العالي ومركز الاعتماد الأكاديمي لموائمة مناهج تلك الكليات مع متطلبات سوق العمل المتغيرة. أعتقد إلى حد الآن لم نستطع ولم تستطع الحكومة أن تحل هذه الإشكالية. نجد أن المخرجات فيه في وادي ومتطلبات سوق العمل في وادي. أعتقد أنه بهذا الورش وبهذا الإجراءات وهذا اللي بتتم أنه ممكن نصل الناس إلى رؤية أو إلى صورة تردم هذه الفجوة أو تصل إلى جزء من الحلول لهذه الورشة، لأنه أنا شخصيا لا مش مؤمن أنها ممكن تحل في عشية وضحاها أو بورشة واحدة أو ثنتين. التنسيق مع سوق العمل قليل ونادر ويصل إلى 17% من أصحاب العمل فقط، وهما يحتاج إلى تطوير وملائمة المناهج مع مخرجات سوق العمل بين الفينة والأخرى. الإشكالية ليست في أنه غير قادر على تلبية متطلبات سوق العمل بقدر ما هي الإشكالية أيضا عندنا نواجهها، هي سوق العمل اليمني نفسه. سوق العمل اليمني الهندسي ليس بالجودة الكافية أو أن له معايير مهنية واضحة بحيث أنه تمكن الخريج أن يمارس مهنته بشكل جيد. التنافس بين الجامعات على التطوير الأكاديمي والارتقاء بالمواد العلمية يجعل من تطوير المناهج حاجة ملحة سواء في الجامعات الخاصة أو الحكومية. الجامعات الحكومية لها باع طويل في سوق في تلبية احتياجات سوق العمل، لكن مع زيادة مخرجات التعليم الثانوي أصبحت من الصعوبة بمكان تلبي أول شيء التعليم الجامعي لجميع الخريجين، وبالتالي أصبح الجامعات الخاصة من بداية التسعينات تساهم إلى حد ما في تلبية احتياجات السوق. القدرة على الإنتاج بعد التخرج والكفاءة في العطاء أثناء العمل مبني على أسس ومرجعيات علمية، على أبرزها ملائمة ما قدم للطالب من مناهج مع متطلبات سوق العمل التي يقبل عليها. محمد جميل، اليمن اليوم. وفي الختام